أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتواصلين في شرح لما سيتم إعطاؤه في الأسبوع الثامن من الوحدة الأولى، وحدة حدود الشمس، الفن الأدبي، فن المقال. إذا أذكر بأبرز الأهداف المرجو تحقيقها اليوم، هو التعريف بمحتويات الأسبوع الثامن من كتاب اللغة والأدب ومن الكتاب الوزاري. ستكون مادتنا مدمجة بين الكتابين، الكتاب الوزاري، كتاب الطالب، وكتيب اللغة والأدب. أذكر بالمفاهيم الرئيسة في هذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو الروابط، أما المفهوم ذو الصلة هو وجهة النظر، السياق العالمي الهويات والعلاقات، السعادة ورغد العيش، عبارة البحث يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. أذكر بأننا درسنا مقالي المراهقة والتدخين، وقلنا أن هذين المقالين يعلمان الإنسان كيفية تحقيق السعادة بالابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين والقيام بأمور صحية كممارسة الرياضة، تناول الأطعمة الصحية، والمراهقة أيضا من خلال تجنب العادات السيئة والتواصل مع الوالدين و من هم أكبر منا سنا لتمر هذه المرحلة بسلام. سيكون موضوعنا في هذه الوحدة أيضا من الكتيب الوزاري هو قصيدة أرخت عمان جدائلها. الجديد في هذه القصيدة أن موضوع قصيدتنا عن عمان، إذا هي قصيدة وطنية، سنتحدث عن الفرق بين شعري التفعيلة والشعر العمودي، وسنذكر نوع هذا الشعر بالاستناد إلى صفات وخصائص النوعين المذكورين سابقا. سنقوم بتعلم فن الوصف من خلال التحدث باللغة العربية الفصيحة، حيث سنصف أماكن موجودة في عمان من خلال عرض صور معينة لهذه الأماكن، كعرض صورة للبتراء أو وادي رم أو البحر الميت، أي معلم من المعالم الموجودة، ثم تذكر أنت ما هو ارتباط هذا المكان في قلبك، ومن خلال أو بالاستناد إلى بعض الجمل والتشبيهات التي سأساعدك فيها والتي ستعلمك كيف تكون وصفا وكيف تقيم جملا وصفية. كنا قد قرأنا قصيدة أرخت عمان جدائلها، سوف نقوم في هذه الحصة بتفسير معاني المفردات الجديدة فيها، كما سنقوم بالتعرف إلى الصور والتشبيهات الفنية وذكر الفكرة العامة والغرض من هذه القصيدة. ثم كما ترى عزيزي الطالب، لابد أن نقيم فهمنا لموضوعات القصيدة من خلال حل الأسئلة الموجودة في الكتاب، حيث تلاحظ أن الأسئلة نوعين، هي أسئلة معجم لغوي وأسئلة فهم وتحليل. سنبدأ بأسئلة المعجم اللغوي من خلال معاني المفردات وتفسيرها. فمثلا تلاحظ أن أرخت قد نستخدمها في سياقات متعددة، أرخت عمان جدائلها أي ألقت، أرخى الوالد في معيشة أبنائه أي أنعم عليهم، وليل كموج البحر أرخى سدوله أي مد. لاحظ أن أرخى هنا قدمت أكثر من معنى بناء على السياق الذي وردت فيه. وسنناقش أيضا موضوع الجذر اللغوي وكيف نقوم باستخراج الجذر اللغوي من الفعل أو من الكلمة المعطاة لنا، سنقوم بالتمثيل عليها لأكثر من كلمة. لا تنسى عزيزي الطالب أن الإجابات النموذجية موجودة في صفحات المنصة التعليمية. أنا هنا كي أتحدث بشكل عام عما سيتم عرضه خلال هذا الأسبوع، أما التفاصيل نجدها في صفحات المنصة التعليمية. ستجد المصادر، ستجد التقييمات الذاتية، وستجد الأنشطة التفاعلية، جميعها تساعدك في فهم الدرس
بطريقة أفضل. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة، وإلى اللقاء.